برنامج متميز بمعنى الكلمة وبسيط في نفس الوقت، يتيح لك المزايا الأساسية في إنشاء الدياجرامز، وهذا تجربة له. أهم ميزة موجودة في البرنامج، هو الميزات الأساسية هي موجودة، ولكن أهم ميزة فيها في البرنامج هذا هي ميزة الرسم الذكي. هذه الميزة، هذا القلم. الآن في القلم العادي، تمام، وفي القلم هذا اللي بدل ما أنت تروح تختار من الشيبس كلها، تمام، أنت بس ترسم، وهو معمول فيه ذكاء اصطناعي بيكمل لك الرسمة. فمثلا لو رسمت مثلث زي كده فكمل لك يا، رسمت دائرة كمل لك يا، رسمت مربع كمل لك يا، عملت عملية توصيل بين الاثنين رسم لك الخط، تمام، عملت طبعا هنا عشان نموش ما هو شيب، فهنرجع نرسم مرة ثانية مربع، تمام، واجي الحين اوصل، حيوصل بشكل عمودي، حيوصل، شايف، اقدر امسح الخط، امسح ال دقيقة امسحها، اقدر ارسمها مرة ثانية، ارسمها، شوف كيف. هذه الميزات البسيطة هي اللي تفرق في سرعة العمل وفي سرعة استخدام البرنامج. وانا صراحة حصلت برامج افضل، ولكن الميزة هذه هتخليني أستخدم البرنامج هذا بشكل رئيسي في عملي اليومي.